أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات الكريزي تاكسي، والحلقة دي اسمها حلقة مرض الكلب. جامعة الدول فين؟ جامعة الدول. تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور يا باشا، صباح النور. فين جامعة الدول؟ جامعة الدول. شوف سجارة؟ لا لا عادي، ممكن اديني الكورة. مين ده؟ عادي مش مشكلة. هو حضرتك فين في شارع جامعة الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك. معاك كبريت انت؟ مش كاترين. لا عفو خلاص. انا كعان. انا جعان؟ ما انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلب، بحس بالجوع في الحر. جعان ولا مهبط؟ مهبط. اصطبحت فهبط؟ لا مش صبحت. ما اصطبحتش؟ والله يبقى عشان كده بقى. يبقى اكسد كده تبقى ما اصطبحتش. انت سيبوه اول اسبوع، تاني اسبوع معانا. تاني اسبوع. تاني اسبوع. لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون بالمشي اللي انت ماشيه. لا مش حابب كده. لا مش حابب كده. مش حابب كده. قول يا رب، قول يا رب، مش حابب كده. يا رب. مالك؟ مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ انت شارب ستروكس ولا ايه؟ انا تعبان والله، تعبان. شارب ستروكس؟ تعبان، كان عندي مرض. لو انت شارب ستروكس قول لي عشان ما اعرف افوقك. لا بس كنت تعبان. امال مالك؟ تعبان ازاي يعني؟ ايه يا عم؟ انا سمعت على قصه بتاع بقوله ده. بتاع ده؟ معلش بحط الاكل بتاعي. الاكل بتاعك؟ اكل بتاعي. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ يا عم دي عظمة يا عم. هتعمل مخافة غطي. يا عم انت بتاكل عظمة انت فيها على الصبح مالك؟ طب بقول لك ايه، نزلني هنا. نزلني هنا. لا مش هتنزل. هو ايه اللي مش هنزل؟ ده في ايه في دماغك على الصبح؟ يا عم بقول لك نزلني، في ايه؟ ما خافش. ايه هو بس كده ايدك؟ خافش. مالك يا عم في ايه على الصبح؟ انت في حاجة في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط، في ايه؟ انا ما خدتش الحقنة. خدتش حقنة ايه؟ حقنة ايه؟ هو هو ايه هو دي؟ هو الاستراس ودانا في داهية. بس يا حبيبي بس، سوق يا بابا. يا عم سوق مالك، في ايه؟ ما انت كنت طبيعي اول ما ركبت. هو ايه بس؟ بس يا حبيبي بس. يا ابني بس مالك، في ايه الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس. ايه ده تعبان؟ ايه ده يا بابا؟ تعبان. ايه ده حبيبي؟ حبيبي انا تعبان والله. صبرنا يا رب. انا خدت ستروكس. شارب ستروكس؟ مش هشرب ستروكس. امال مالك، في ايه على الصبح؟ يا ابني مالك؟ ما تجننش امي، انا معايا شهادة مملكة اطفال. اوعى يا عم كده، مالك في ايه؟ مالك يا عم في ايه على الصبح؟ ايه اللي ايه ده؟ ماله في ايه؟ فك ايه؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم؟ في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده ازاي يعني؟ في ايه؟ ما تفهمني يا عم. يا عم اهدى شويه. اهدى ايه؟ فهمني. طب اديني اهدى اهو. فهمني بقى في ايه؟ اهدى انت شويه. هو انت تعرفه؟ اهدى. هو انت تعرفه ولا تفهمه؟ انا عارفه. اهدى شويه. يعني ايه عارف؟ ماله بقى؟ ايه؟ انتوا دي الشله مجانين مع بعض؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الساعه 11 جايه. هو ايه اللي انت عامله ده؟ النوبه الكبيره جايه. نوبه ايه الكبيره؟ النوبه الكبيره جايه. لازم اخلع. لازم تخلع. تخلع ايه؟ في ايه؟ النوبه الكبيره جايه. يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي. استنى يا بابا، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت روح فين؟ انت روح فين؟ ما قلت لك زفت جامع الدول. عايز ايه؟ انت بتهوهو ولا بتناونو ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو. في ايه؟ ايه ايه هنا؟ ايه هنا مالك؟ في ايه؟ عايز ايه انت على الصبح؟ يا عم ما تنزلني يا عم الركوبه الزفت دي، مفيش طقوسه غيرك. نزلني يابا، نزلني يا عم الحاج. يا عم اقف فين؟ نزلني. هتودينا في داهيه، هتركسنا في حاجه. يا عم يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت؟ اقف يا حبيبي، اقف يا بابا، اقف يا بابا، نزلني. اقف يا بابا. ايه اللي هو؟
نزلني يا عم، يا عم كده نزلني يا عم، انت كده مجنون يا جدع، انت مجنون ولا ايه يا عم؟ عرفتي مالك فيها الصبح؟ اوعى كده بقى، اوعى يا عم كده، اوعى يا عم، افتح الزفت ده. نزيع ولا منزعش؟ لا يا عم زيع، مع انك فرحتني وطلعت عين امي بس يا عم. عليكم السلام، عليك ايه؟ عامل ايه يا عمنا؟ الحمد لله والله، الحمد لله. ايه ده جو حر؟ جو حر يا حريرة. امر مريرة، سر كبير في اصل الازمير. ايه؟ الحر بيخلي واحد يقول الكلام مع محمود. جو حر، الجو حر، جو حر، الدنيا نار ومفيش امر من انتحار. ايوه ده حصل كده، روعه. طريق لا يا باشا، على دماغي، على دماغي. طريق طويل والامل قصير، وقتلتين اميره واسمها صغيره وعندها سهاره، هي تهجير وحاره. انت منين صح؟ انا من كعبيش. كعبيش؟ ايه كعبيش؟ كعبيش دي في الهرم، رجال كعبيش ادخل وعيش. انت شبه مارادونا على فكره، بتاع الكوره. حبيبي حبيبي والله، محدش قال لك انت شبه مارادونا؟ لا بصراحه. ازاي بقى انت كده مالكش في الكوره بقى؟ مارادونا بيلعب في انجولا. مارادونا بيلعب في انجولا؟ دلوقتي محترف في الجونه. والله بيلعب حارس مرمى باك شمال. حاجه شغال ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا؟ انا فني ذكور. ايه يا باشا؟ فني ذكور. يعني نجار انت؟ هتحول فني ذكور يا عم، انا محدش يعرف يعني فني ذكور. يا عم انت بتحول حويره، زي الدنيا حر حريره، بتحول حويره. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ انت اسمك ايه بقى؟ اسمي علي. مش عارف اسمك ولا ايه يا عم؟ لا ما علي. عندي اصل انا عندي اسمين، اسم دلع واسم حيف. علي ده اسم في المتواب، يدلعوني يقولوا لي يا هولاكو. هولاكو؟ هولاكو عشان انا دايما هم في المنطقه عندنا مسميني هولاكو جنكيز خان. عشان جنكيز خان كان جدي، يعني جنكيز خان كان جدي وكان بيحب شجرة الدرة. يا عم في ايه؟ عايز انا جعان جعان. افتح لك، افتح دي، افتح دي، افتح البابلون، افتح البابلون، افتح لك بالراحة، بالراحة. سيب دي عندي، عندي عندي هتعظمة دي، هتعظمة دي كلها. ايه ده يا عم؟ هتعظمة ايه؟ بتاع ايه دي؟ ايه؟ ايه يا عم؟ هتعظمة، مش ليش، مش ليش، مش ليش هتعظمة. اتفضل يا عم. ايه يا عم؟ واحد الله فاضل ايه؟ ده عضناية، ده عضناية يا عم. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يابا ده؟ يا رغضة ده بس يا عم، واحد الله، واحد الله، في ايه بس؟ في ايه يا عم؟ في ايه بس؟ اهدى بس، اهدى يا عم، اهدى بس، اهدى يا عم، اهدى. في ايه يا عم؟ اهدى. طيب في ايه بس؟ مين اللي فكه؟ مين اللي فكه؟ فك مين يا عم؟ انت فكيته ليه؟ فكيته ازاي؟ انت بس كده يا جماعه، بس اهدى بس يا عم. انا مش عارف، هو قال لي افتح الدور، وبعد ما قال لي افتح الدور يا عم. اهدى بس. في ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ اسكت خالص يا عم. ايه ده؟ اسكت. ايه اللي انت بتعمله؟ اسكت اسكت اسكت. ايه اللي انت بتعمله له ده؟ يا عم انت ايه؟ هو كلب بتربطه يا عم؟ بس ايه يابا ده؟ بالراحه بالراحه يا عم. بس في ايه؟ بس يا عم اهدى، اهدى بس. هو ماله طيب؟ ايه النوبه الكبيره؟ ماله ايه نوبه كبيره؟ ايه النوبه الكبيره يا عم؟ استنى، ايه نوبه ايه يا عم؟ انت ربطت له ايه؟ ليه انت ربطت له ده؟ النوبه الكبيره يا عم، تعرف الكل اللي انت ربطت له ده؟
بس ايه ده بس يا عم في ايه بس وحد الله طيب في ايه بس يا عم روق بس كده اهو روق ربنا يستر عليك ده ايه اكمل ولا ايه انا اوصلك حاضر وايه ده بسيبك كل حاجه طيب عايز سمعتي فانا ولا مش بضايقك مش بضايقك والله العظيم انا بس تعبان شويه يا عم انا بتضايقني ولا حاجه بس انا مش عارف انا مش عارف يا رب اليوم ده اليوم انا من ساعه ما اصطبحت بخالتي وانا عارف طب بقول لك ايه طيب ما تنزلني طبعا على اي جنب نزلني على اي جنب الله يبارك لك والنبي على اي جنب كده ونزلني يا عم حاسب يا عم اتعورنا يابا الله يبارك لك اقول لك ايه يا اله الا الله يا جدعان يا عم في ايه يا عم في ايه بس لا لا يا عم طب اهدى بس في ايه يا عم وحد الله يا عم لا اله الا الله يابا يابا الله يبارك لك طب افتح الباب نزلني كده ولا ايه يا عم يا عم الله يبارك لك في ايه طب نزلوا ايه رد بسرعه يا عم زيو بسم الرحمن الرحيم نبدأ يومنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والزبون انت والزبون اللي كان معايا في التاكسي بتاعي والله الحمد لله يعني الرزق بتاع يا ارزاق شغال في اكتوبر ولا شغال فين؟ مش شغال ايه؟ ايه مش والدك ايه يعني؟ موظف موظف في مصنع ربنا يكتب لك الفشل يا رب ربنا يكتب لك الفشل ويشيل لك يا رب عن اي حاجة ماشي لك عن اي حاجه وحشه ماشي يعني. طب انا بقول لك يعني ايه كده كده يشيل لك عن اي حاجه وحشه ماشي طب انا بقول لك مثلا موظف في كل فشل يعني بقول لك ربنا يشيل لك عن اي حاجه وحشه لو انت بتعمل حاجه وحشه بقى لا لا انا الحمد لله والله ما بعمل اي حاجه وحشه بس كده يعني ربنا يكرمك والله. كرم كبير بقى لا عادي يا باشا والله العظيم عادي ربنا يخليك والله العظيم شغلي بقى انت بقى موظف موظف مصنع ايه الفتيل مصنع ملابس مصنع ايه؟ ملابس يعني شغال ايه بقى انت؟ شغال كرسي فين بقى؟ مصنع ملابس فين بقى في مصنع ملابس ده؟ اكتوبر في الحصري شغال عند الحصري بتعمل ايه بقى؟ هو انت هتوصلني ولا هتقعد تتكلم معايا انا؟ بسألك انت بتشتغل عند انا قلت لك شغال ايه بقى مش هنقعد بقى نزلني خلاص تقول لي شغال فين وشغال منين؟ انت بقى من انا راكب معاك ولا انزل اركب اي حاجه ثانيه يا ابو خلاص انت من اللي بيخافوا من الحسد لا انا مش بخاف من الحسد اصل انت بتقبض انت بتقبض 300 جنيه في الشهر ما حدش قدك لا يا عم ايه ما 300 دي ارزاق بتاع ربنا بقى ربنا اللي بيفرقها ولا يا عم هات عظمة دي ده في حاجة تعبانة حاجة طيب؟ يا عم دي تعبانة فيها تعبان من حاجة طيب قول لي بس طب وقف بس وقول لي طب انت لو تعبان من حاجة لو تعبان من حاجة طب قول لي بس طب قول لي طب لسه وتعبان يا عم والنبي قول لي بس انت لو تعبان من حاجه هوديك مستشفى والله هوديك مستشفى لو تعبان والله لو تعبان من حاجه هوديك مستشفى بص ليه طيب على بيت وقفت ها على بيت وقفت بقول لك وقفت ليه بس وقفت ليه طيب انت وقفت ليه طيب مين اللي فك مين اللي فك مين مين اللي فك مين اللي فك مين اللي فك مين اللي فك مين مين اللي فك مين مين اللي فك مين فك مين
مين اللي فكه؟ فكه مين يا باشا؟ ايه ده باشا؟ ايه ده باشا؟ معلش كده اهو بقى، انت ما تقربلوش. مش هقرب له، ولا اقرب له، انا عايز انزل دلوقتي. هتنزل ماشي، هنزلك. طب انا الوقت انا عايز على اسكت شويه بقى، هنزلك يا عم. انا مش هسكت شويه. ايه ده ماشي؟ مش همسك، مش همسك يا عم. امسك كده وبعد ما امسك يعني. انا ساعه كام؟ الساعه كام مين يا عم؟ يا عم اللوبه كبير. بص اللوبه بس. طب استنى، طب اصبر اصبر. اللوبه مين؟ استنى دليني. طيب دليني، انا عايز انزل من العربيه دلوقتي، عايز انزل. تعالى طب تعالى تعالى اوصل اوصل. انت في ايه بالظبط يعني؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده. في ايه؟ طيب انا مش هقول لك. في ايه؟ طيب عايز انزل معلش. دليني دليني، عايز انزل بس. مالك مالك بس؟ ده بهدى. نزلني معلش معلش معلش. انا بقول لك معلش، انا اسف ليك، انا اسف ليك. معلش والنبي معلش معلش. نزلني بقول لك، نزلني نزلني بقى، نزلني بقى يا عم. انت يا عم نزلني اهو، انت انزل بس. اهدى بقى كده. ايه بقى يعني دلوقتي؟ انا عملت لك الوقت. انا عملت لك الوقت. انا عملت لك الوقت يعني. ها انا عملت لك. طيب تعبان. طب نوديك مستشفى. طيب اوقف لك عربيه اوديك مستشفى. اوقف لك عربيه. طب اوديك مستشفى. اوقف لك عربيه اوديك مستشفى. طيب مالك؟ طب اهدى اهدى بس. اهدى 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 بقى. لا ايه رايك اللي فات ده كله؟ الصور نزيهو بامانه ماشي.